الهلال قريب من الآسيوية لسبب أنه كل سنة مشارك فيها، فمعناته أنه إن شاء الله أنه قريب في أي لحظة الهلال ممكن يحققها، لكن يمكن صادف الظروف حرمت الهلال من تحقيق اللقب، يمكن سواء كانت خارجية يعني خارج الملعب، أو كانت حتى داخل الملعب من أخطاء تحكيمية أو بعض الإصابات اللي تعرضنا لها. هذه أمور كلها مساعدة يعني، ولكن في النهاية هذه كرة القدم يعني، قد تبحث عن اللقب ويطول عن غيابك عنه، ولكن في النهاية تحقق بإذن الله.